اذا ملي كملت يعني ستار خدمته عادي، خدمت في الجوب، غنجي غنخدم فوق هاد العقيقة هادي، نخدم فوق منها واحد الغرزة عادية، وغنجيب عقيقة في نفس اللون، يعني هاد اللون الخزي، غنخدمها وغنعاود نخدم عاوتاني جوج في اللون الأصفر. العقيقة الأولى، العقيقة الثانية، وجوج عقيقات في اللون الآخر. هي العقيقة الأولى، العقيقة الثانية، وهنا كي كتلاحظوا هاد المربع اللي عندي هنايا باللون الأصفر، يعني بقات ليا فيه غير عقيقة واحدة، يعني انها تسدات هاد الكوزة هادي اللي بهاد اللون تسدات. يعني غنخدم غير عقيقة واحدة، وغنعاود نخدم دابا جوج بهاد اللون هذا، ونخدم جوج باللون الأصفر، هي العقيقة الأولى، العقيقة الثانية، وغنخدم عقيقة واحدة في اللون الآخر. وغنجي هنا غنخدم غرزة عادية سامبل، يعني ما فيها العقيق لا والو، وغنجي غنخدم في الثوب، غنرجع نخدم في هاد الغرزة الأولى دائما عادية، ومن بعد غنعاود نخدم السطر ديالنا العادي اللي كنخدموه عادي. دابا كملت عاود السطر اللي خدمت عادي، خدمت في الثوب، غنجي غندخل هاد المرة غنخدموه بجوج ديال العقيقات في اللون اللي كنزوق به هاد الجلابة هادي، يعني هاد اللون. نخدم العقيقة الأولى، العقيقة الثانية، يعني الرشمة ديال الجلد بغات تبدا تحل، وهذه غنبدا نسدها. غنخدم جوج عقيقات صفرين، العقيقة الأولى، العقيقة الثانية، وهاد اللون هذا غنخدم فيه أربعة، لأن هذه كي كتلاحظوا يعني هذه ديال الوسط صافي أنها تسدات، يعني غنغطيوها ما تبقاش تبان. يعني غنخدم أربعة ديال العقيقات في نفس اللون، يعني بحال البداية. ثلاثة، أربعة، من بعد غنخدم جوج في اللون الأصفر، يعني كنظن دابا بأنها بدات كتبان الرشمة كيفاش أنها غتجي. غنخدم جوج في اللون الأصفر، وغنخدم جوج في اللون الآخر. هذه العقيقة الأولى والعقيقة الثانية، كي كتلاحظوا بأن راه عندي هنا غرزة خاوية كنخليها، يعني كنجي الغرزة الأخرى كنخدم مباشرة، كنضرب في الجوب، كنعاود نرجع نخدم هاد الغرزات هادو اللي ما بين العقيقات. إذا كتلاحظوا بأن الرشمة راها يعني بدات كتبان، أن هذه غادي نكملها حتى غتسد، حتى غتولي في عقيقة واحدة، ونفس الشيء اللون الاصفر حتى هو غيبقى غادي حتى غيتسد. وهذا في الجنب هنايا غنخدم بجوج،
موراها غنخدم عاوتاني بجوج باللون الاصفر. اذا باش ما يجيناش لا فيديو طويل، انا غنخدم فيها يعني شويه باش تبان لكم الرشمه كيفاش غتجي، ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا تتمة ديال هاد الرشمه هذه.
البنات كي كتلاحظوا راني خدمت هاد الجهه هذه، يعني دابا هنا ملي وصلت هنايا يعني تسدات هاد الهوزه هذه بهاد اللون هذا، يعني وصلت للفتحه ديال العنق اللي كتكون 7 سنتيم هي اللي خدمتها. كنجي يعني خدمت 5 ديال العقيقات فهاد الجهه وغنخدم 5 في الجهه الاخرى، غيبقاو عندي هنايا جوج الوسط كتشوفوا. من بعد ملي كتخدميها هاد 7 سنتيم يعني كي كتلاحظوا انني خدمتها كاسهم، يعني حيت ما يمكنش انك دير زواقانيه صغيره، كتمشي بحال هكايا بالاسهم بهاد جوج الالوان. وهنايا يعني كتطلقيها بالقب، يعني هنايا كتطلقها مع القب. هنايا هادي هي الثنيه اللي كانت ني كنخدم الطريس، الطريس كنبداه من هنايا بحال هكايا، ملي كيتسنى هاد الثوب لهنايا كتنبليه، كتنبلي هاد البلايص. هاد الطريف حتى هو ديال الثوب، كتلاحظوا انني قطعت يعني ملي وصلت هنايا قطعت، يعني حيت الخدمه ديال العقيق ماشي بحال ديال الراندة عادية، الراندة العادية كتقطعي الثوب وكتقلبي الراندة وكتخدمي الفتحة ديال العنق. بالنسبة للعقيق لا، يعني ما كتقلبيش الراندة، يعني كيبقى وجهها هذا، كتقطعي غير الثوب وكتنيه لهاد الجهة هادي كتلاحظوا، باش يعني ملي كتقلب من هنايا بحال هكا، يعني هنا هاد الجهة هي اللي كتبان بحال هكا، يعني كيتقلب كتقلب الجلابة بحال هكا. داكشي علاش كنقلبو الثوب وكنخدمو بحال هكا عادي. كي قلت لكم خدمت 5 ديال العقيقات، وغنجي الجهة الثانية حتى هي غنخدم 5 ديال العقيقات بهاد الخدمة اللي خدمت يعني على شكل أسهم. ومن بعد غنبدا التريس ديالي إن شاء الله. كي كتلاحظو هادي هي الراندة اللي خدمت معكم ديال العقيق، كتجي على هاد الشكل هذا. اكيد غنعاود نصور معكم الطريس اللي غنخدم عليها. كنتمنى ان الفيديو ديالي او الشرح ديالي ان يفيدكم وتستافدوا منه، بالاخص للمبتدئات اللي باغيين يخدموا الراندة ديال العقيق، كتجي على هاد الشكل هذا. ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله اللي غنخدموا الطريس اللي غندير لهاد الجلابه هادي. ضري يستوى يكون زوين ان شاء الله في متناول الجميع. كنتمنى اللي كيشوف القناه ديالي لاول مره يشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وكنشكركم بزاف.